السلام عليكم باشمهندسين، معاكم باشمهندسة هالة. هنتكلم النهاردة عن تيتوريال 2 اللي بيتكلم عن ال ideal gas. طيب هندرس ايه بالنسبة لل gases؟ هندرس ال pressure، هندرس ال volume، هندرس ال temperature وال number of moles، وهندرس علاقتهم ببعض وايه القوانين اللي بتشملهم. أول حاجة بالنسبة لل pressure، لازم أعرف ايه وحدات ال pressure وجات منين. انا البريشر عندي بيساوي الفورس على الاريا. طب وحدة الفورس ايه؟ الفورس وحدته نيوتن، والاريا وحدتها متر سكوير، وبالتالي البريشر هتبقى وحدته نيوتن بالمتر سكوير. طب ايه الوحدة اللي بتكافئ الوحدة دي؟ هي الباسكال. يبقى الباسكال عندي بتكافئ نيوتن بالمتر سكوير، ودي وحدة انا بقيس بيها البريشر. طب عندي وحدات تانية؟ او اكيد عندي وحدات تانية، عندي الاتموسفير، وعندي الكيلو باسكال والباسكال، وعندي المليمتر اتش جي، وعندي التور. التور بيساوي بالظبط المليمتر اتش جي، ودي التحويلة اللي ما بينهم، ما بين الاتموسفير وما بين الباسكال وما بين البار والباسكال. نخش على تاني فاكتور كان التمبريتشر. دايما لما باجي اتعامل مع التمبريتشر بتعامل مع ابسوليوت تمبريتشر. يعني ايه؟ يعني وحده الكلفن، مش بتعامل بسليزيوس. يعني انا لو عندي درجه حراره عطيها لي بسليزيوس، لازم ازود عليها 273 عشان اخليها بالكلفن، وساعتها اقدر استعملها. تالت حاجه الفوليوم. ايه الوحدات اللي بقيس بيها الفوليوم؟ عندي المتر كيوب، عندي اللتر، وعندي الديسيمتر، وعندي سنتيمتر كيوب، وعندي اللتر والملي لتر والسنتيمتر كيوب. طب انا ايه اكتر حاجه بتعامل بيها؟ في الاغلب يا اما متر كيوب يا اما لتر. طب بالنسبه للنمبر اوف مولز، عندي القانون ده بيوريني انا بحسبه ازاي. النمبر اوف مولز بتساوي الماس على النيوكليير ويت. النمبر اوف مولز وحدتها مولز، الماس جرام. النيوكليير ويت في الحالة دي هيبقى جرام بير مول. نيجي نشوف القوانين اللي بتربط الفاكتورز اللي اتكلمنا عليها ببعضها. عندي 3 قوانين. اول واحد فيهم عندي بويلز لو. بويلز قال ايه؟ اول حاجة هو ربط لي البريشر بالفوليوم. قال لي ان انا كل ما هزود البريشر الفوليوم هيقل، يعني العلاقة ما بينهم عكسية. طب كلامه ده صح؟ طبيعي. انا دلوقتي لو انا عندي كونتينر فيه جازز، انا عماله بزود الضغط عليها، وبالتالي المساحه اللي هي بتتحرك فيها بتقل، يبداوا يقربوا من بعض، فبالتالي الحجم بتاعهم بيقل. فده كلام منطقي. فهنيجي نشوف هو عمل ايه. قال لي ان بي inversely proportional to volume. هاجي اشيل علامه التناسب، هروح حاطه بدلها هنا يساوي constant. هاجي اظبط شكل المعادله، يبقى انا عندي هنا بي في بيساوي كونستنت. يبقى انا بي واحد في في واحد هيساوي بي اتنين في في اتنين. نيجي نشوف تاني قانون تشارلز لو. تشارلز عمل ايه؟ ربط لي ايه بايه؟ رابط التمبريتشر بالفوليوم. قال لي ان انا كل ما ازود درجه الحراره الفوليوم هيزيد. طب ليه حصل الكلام ده؟ انا لما بزود درجه الحراره ايه اللي بيحصل؟ المولكيولز اللي في الجاز بتبدأ تتحرك أسرع، طاقة الحركة بتاعتها بتزيد، وبالتالي المساحة اللي هي بتتحرك فيها بتزيد، فيما معناه إن الفوليوم بيزيد. طب تمام، الراجل ده كلامه تمام. عملنا ايه؟ نفس الموضوع. عندي التمبريتشر بتناسب تناسب طردي مع الفوليوم، هروح شايلة علامة التناسب، هحط يساوي كونستنت، هروح ظابطة شكل المعادلة، يبقى تي على في بتساوي كونستنت. يبقى تي واحد على في واحد هتساوي اتنين تي اتنين على في اتنين. تالت قانون والأخير قانون أفوجادرو. أفوجادرو سلو. أفوجادرو ربط ايه بايه؟ ربط لي number of moles بالفوليوم. قال لي ان انا كل ما هزود ال number of moles الفوليوم بتاعي هيزيد. شلنا علامة التناسب، حطينا ال يساوي constant، ظبطنا شكل المعادلة، بقت n على v بتساوي constant. يبقى انا ان واحد على في واحد هتساوي ان اتنين على في اتنين. طب تمام. طب هنا كل ما اجي اشتغل هعمل كده،
هبدأ أشوف هو أنهي قانون فيهم. لأ، هنبدأ نشوف إن إحنا عملنا حاجة اسمها الـ Ideal Gas Law، وجمعنا فيها الثلاث قوانين دول وحطيناهم في قانون واحد. مش أنا عندي الـ Volume بيتناسب عكسي مع الـ Pressure، وبيتناسب طردي مع الـ Temperature، وبيتناسب طردي مع الـ Number of Mole. طب ما نحطهم هنا اهو في تناسب واحد، يبقى الـ V تتناسب مع الـ Number of Moles والـ Temperature على الـ Pressure. هنشيل علامة التناسب ونحط يساوي constant. نظبط شكل المعادلة، يبقى عندي هنا ال V في ال B هتساوي constant في N T. طب ده مش جاز له، فيبقى أنا عندي هنا constant ده هروح رمزوله برمز R وهيبقى اسمه جاز constant. يبقى بالتالي عندي أهو القانون النهائي P V بتساوي N R T. P pressure والفوليوم يساوي number of moles في الجاز constant في temperature. طب بالنسبة لليونت بتاعت الـ R، أنا دلوقتي عندي إن الترمز بتاعت اللي هو عندي الـ pressure والـ volume والـ number of moles والـ temperature وحدتهم مش ثابتة. طب هل الـ constant ده هيفضل ليه رقم ثابت؟ أكيد لأ، هيتغير بتغير الوحدات اللي أنا بستخدمها. بس في العموم أنا عندي قيمتين، هما دول أكتر حاجة بستخدمها. أول قيمة اللي هي الـ 8.314 والـ 0.082. أول قيمة بستخدمها في حالة إن أنا عندي الـ pressure بوحدات الباسكال والـ volume بالمتر كيوب والـ number of moles moles والـ temperature بالكلفن. ممكن نفس القيمة في حالة إن أنا بستخدم الـ pressure بالكيلو باسكال والـ volume بالليتر والـ number of moles بالموز والـ temperature كلفن. القيمة هنا بقى هتتغير، هتبقى الـ 0.0882 في حالة ان انا بستخدم الـ pressure بالاتموسفير والـ volume بالليتر. طب في حالة ان انا عندي 2 container الاتنين فيهم نفس نوع الجاز بنفس الكمية، يعني انا عندي ان N1 بتساوي N2 مع اختلاف بقية الظروف، هعمل ايه؟ مش انا عندي ان بي في بتساوي ان ار تي. طب انا كده عندي الان ثابته والار ثابته، اروح جايبه التي في طرف الواحدة الطرف التاني، يبقى انا عندي بي واحد في واحد على تي واحد بتساوي كونستنت. طب ما نفس الموضوع، بي اتنين في في اتنين على تي اتنين بتساوي نفس الكونستنت، فانا بالتالي هسويهم ببعض، يبقى عندي بي واحد في واحد على تي واحد هتساوي بي اتنين في اتنين على تي اتنين. طب لو الكمية مختلفة، لأن إن واحد مش هتساوي إن اتنين، يبقى أنا عندي بي واحد في واحد على إن واحد في تي واحد هتساوي بي اتنين في اتنين على إن اتنين في تي اتنين. طب بالنسبة للدنستي بتاعت الجهاز بجيبها ازاي؟ قانون الدنستي بيقول إن الدنستي بتساوي الماس على الفوليوم. طب أنا عايزة أجيب الحاجات دي من القانون بتاع الـ Ideal Gas Law، مش انا عندي ان ال PV بتساوي ان ار تي. طب وال N بتساوي ايه؟ قلنا ان ال N بتساوي الماس على النيوكلير ويت. هاجي ابدل هنا، هودي الفوليوم تحت والنيوكلير ويت هنا، يبقى عندي ان ال P في النيوكلير ويت تساوي M على V في ار تي. طب ما ال M على V دي هي الرو، هروح حاطاه الرو هنا، يبقى انا الرو هتساوي ال P في النيوكلير ويت على ال R في تي. تمام. بالنسبة للنيوكلير ويت هجيبه ازاي؟ مش انا من نفس هنا من نفس القانون، انا عندي النيوكلير ويت اهي، هيساوي الرو في الار في التي على البي. ممكن افك الرو هنا وتبقى الام على البي، يبقى في الحالة دي النيوكلير ويت هتساوي ام في الار في التي على البي في. طب هو انا هحفظ كل ده؟ اكيد لا، يعني انت مجرد بس حافظ البي في ان ار تي هتقدر تستنتج منها اي حاجة تانية. اخر حاجة هنتكلم عنها قبل ما نخش في الشيت، جاز ميكشر. طب انا دلوقتي لو عندي كونتينر بس فيه اكتر من جاز، عندي مثلا جاز A و B و C موجودين في نفس الكونتينر بنفس الحجم، احنا عارفين ان الجاز بياخد الحجم الحاجة اللي محطوط فيها، فكلهم هياخدوا نفس حجم الكونتينر، فكده يعتبر عندي ان الفوليوم ثابت وعندي الـ R constant والـ temperature constant.
يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتتغير عندي هنا هي البريشر مع النمبر اوف مولز. هعوض في قانون ال ideal gas، جبت البريشر البارشل بريشر بتاع كل واحد فيهم. يبقى انا عندي هنا البارشل بريشر هيساوي ايه؟ هيساوي ال ان اي في ال ار تي على ال في. نفس الموضوع بالنسبة للغاز بي و سي. هجيب التوتال بريشر ازاي؟ ان انا بعد ما جبت ال بي اي وال بي بي وال بي سي هروح جمعيهم. ممكن اجيب البي توتال من القانون نفسه، ان انا اجيب الان توتال واروح معوضة هروح جايبة البي توتال. بالنسبة للمول فراكشن زي ما قلنا ان هو هنا في القانون عندي كل الترمات ثابتة ما عدا البي والان، فانا عندي الريشيو ما بينهم هتبقى ثابتة. عشان اجيب مول فراكشن هيبقى ازاي؟ بالنسبة للمول فراكشن للاي هيبقى هو المولز بتاعت الاي على التوتال نمبر اوف مولز للجازات كلها، اللي هتساوي البارشال بريشر بتاع الاي على التوتال بريشر للجازات. نفس الموضوع بالنسبة للجاز بي والجاز دي. نبدأ بقى نخش على شيت 2. أول مسألة في الشيت بتقول ايه؟ بيقول لي assume that you have a cylinder with a movable piston. What would happen to the gas pressure inside the cylinder if you do the following؟ يقول لي افرض ان انت عندك اسطوانة، الاسطوانة دي فيها مكبس بيتحرك. بيقول لي ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الجاز اللي جواها في الحالات اللي جاية. نبدأ نشوف اول حاجة. قال لي بيقول لي لو انا قللت الفوليوم بتاع الجاز اللي جوه لربع مع ثبات التمبريتشر. هاجي ابص كده بالنسبة لبويز لو كان بيقولي ان بي واحد بي واحد بيساوي بي اتنين بي اتنين. ليه انا استخدمت ده؟ انا في الحالة دي انا عايز اعرف البريشر وهو عندي غير الحجم بس، فانا محتاجة علاقة ما بين البريشر والفوليوم بس. فانا عندي هو بي واحد بي واحد بيساوي بي اتنين في بي اتنين، وهو قال ان بي اتنين بقت ربع بي واحد. هاجي اعوض هنا عن بي اتنين بربع بي واحد، هلاقيه شطبت هنا ده مع ده، يبقى قال ان بي اتنين هتساوي اربعة بي واحد. ده معناه ان هنا البريشر لما انا اقلل الفوليوم لربعه البريشر هيزيد اربع اضعاف البريشر اللي حواليه. طب تاني حاجة قال لي ايه؟ كان بيقول لي لو انا قللت التمبريتشر في الكونتينر لنصها مع ثبات الفوليوم وحجم الغاز، في الحالة دي هروح للايديال جاز لو. هبص هنا انا عايزة اعرف البي هيحصل لها ايه. الفوليوم ثابت، الار ثابت والان ثابت، يبقى التي بتتغير مع ايه؟ مع البريشر. هاجي اعوض هنا عشان انا عندي هنا ال n كده وال r ثابت وال v ثابت، فانا b واحد على t واحد هتساوي b اتنين على t اتنين. هاجي اشيل t اتنين واحط نص t واحد، يبقى انا كده عندي ان b اتنين هتساوي نص b واحد. تمام. هل انا محتاجة اعمل الحسابات دي اصلا؟ لا، انا لو بصيت هنا طب انا عندي ده ثابت وده ثابت، فانا كده اللي بيتغير مع البريشر بيتغير دايركتلي مع التمبريتشر بعلاقة طردية، مش حتى عكسية. فانا عندي هنا كل ما ده هيقل مثلا النص هيروح البريشر على طول قل النص. نيجي لتالت حاجة كان طالبها، بيقولي لو انا قللت حجم الغاز قللت النمبر في مولز لنصها اللي هيحصل للبريشر مع ثبات الحجم وثبات التمبريتشر. هروح للايدل جاز لو. انا عندي قال لي ان الحجم ثابت، التمبريتشر ثابته، والنمبر في مولز بس هي اللي هتقل للنص. ايه اللي هيحصل للبريشر؟ فانا عايزه علاقه ما بين البي والان، يبقى بي واحد على ان واحد زي بي تو على ان تو. هاجي اغير ان تو احطها نص ان وان، هلاقي ان البي تو بقت نص بي وان. نيجي لتاني مسألة.
الألين النيتروجين بيتفاعل مع الهيدروجين عشان يديني أمونيا. طبقا للمعادلة دي هاجي أبص كده على الاستيكيومتري للمعادلة، هلاقي إن 1 مول من النيتروجين بيتفاعل مع 3 مول من الهيدروجين عشان يديني 2 مول أمونيا. وبيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أنا عند درجة حرارة وضغط معينين كنت حاطط 1.2 لتر نيتروجين بيتفاعلوا مع 3.6 لتر هيدروجين. بيقول لي لو كل النيتروجين والهيدروجين دول اتفاعلوا، ايه حجم الأمونيا اللي هتنتج عند نفس درجة الحرارة والبريشر؟ هاجي اشوف في الأول، انا عندي هنا النسبة بين الهيدروجين والنيتروجين هي 1:3، هشوف الحجم اللي كان بيتفاعل اللي هو اداهولي اصلا هي نفسها 1:3. هاجي ابص كده الاقي ان هي 3.6 هنا وهنا 1.2، هروح اقسمهم على بعض هلاقيها هي نفس النسبة، هلاقي هي 3 وهنا 1، يعني انا لما يتفاعلوا مع بعض كلهم هيروحوا عطيني برضو ايه نفس النسبة. طب ما انا عندي هنا ان 1 نيتروجين بيديني 2 امونيا، طب كده في الحالة دي يبقى 1.2 نيتروجين هيديني كام أمونيا؟ ضعف الكمية. هروح جايبة 1.2 هضربها في 2، يبقى أنا كده جبت كمية الأمونيا اللي طلعت لي. تالت مسألة بيقولي إن أنا عندي سبراي حجمه 250 ملي، جواه 2.3 جرام من البروبان، وعطيني ال الصيغة بتاعته. عندي ان البروبين بيقولي ان هو C3H8، وطالب شوية حاجات. اول حاجة قال لي لو انا عندي درجة الحرارة 23، وقال لي انا عايز اعرف ساعتها البريشر. هاجي ابص كده هلاقيه عطيني الحجم، عطيني درجة الحرارة، وعطيني الماس، وعطيني تحت اهو الجاز كونستانت جيفن، وعطيني الاتوميك ويت بتاع الكربون وبتاع الهيدروجين. طب انا كده عشان اجيب البريشر هعمل ايه؟ مش محتاجة، انا دلوقتي عشان اجيب البريشر عندي البي في بيساوي ان ار تي، الفي معايا حولها وانا هتولي من بملي، وانا هنا عندي الار، حاجة ابص على الوحدات هلاقي ان هو عطيني ان الوحدة هنا بتاعت الفوليوم لتر، فانا لازم احول 250 ملي دي تبقى ايه باللتر. هي اقول هو عطيني هنا الفوليوم 250 ملي، احنا في الار كنا لاقيين ان الوحدة بتاعت الار لتر، فلازم احول الملي لتر، هضرب في 10^3 هتديني ربع لتر. الماس كان 2.3 جرام، هاجي احسب الملكلر ويت، هو كان البروبان الصيغة بتاعته C3H8، هروح اضرب 3 × 12 الملكلر ويت بتاع الكربون زائد 8 × 1 الملكلرويد بتاع الهيدروجين، جبت كده الملكلرويد بتاع البروبين. هاجي على اول طلب كان قايلي ان هو عايز البريشر في حالة ان التمبريتشر عندي 23، بس هو كان عطولي 23 ديجري سيلسيوس، احنا ما بنشتغلش بالسيلسيوس، فراح مزودها 273 عشان احولها لكده. هاجي اعوض البي هتساوي ان ار تي على في، ال N بتساوي الماس على الملكلر ويت، هروح معوضة على طول، الماس 2.3، ال R الجيفن temperature اللي لسه حاسبينها، الملكلر ويت اللي لسه حاسبينه في الفوليوم، كده جبت البريشر. طب تاني طلب ايه؟ قال لي انا عايز الفوليوم عند ال STB. طب ايه ال STB؟ standard temperature and pressure. طب هل دول يعني انا المفروض اكون عارفهم؟ اه. طب هو ايه الستاندرد تمبريتشر اند بريشر؟ عند الظروف الستاندرد التمبريتشر بتبقى 0 ديجري سيلسيوس يعني 273 كلفن، والبريشر بيبقى 1 اتموسفير، بتبقى حفظ مش بتبقى جيفن، دايما بيجي يقول لك عند اس تي بي وانت بتعوض بيها على طول. هيجي احسب الفوليوم، يبقى الام في الار في التي على الملكلر ويت في البي، هروح حاطه 2.3 في الار الجيفن،
temperature اللي انا عرفتها على ال 44 فوق الواحد اللي هي هنا ال pressure اللي هي 1 atmosphere. جبت ال volume اللي هو عايزه. طب بيقول لي لما درجة الحرارة زودتها وبقت 55 ال pressure في الحالة دي هيبقى عامل ازاي؟ هروح مزودة عليها 273. جبت درجة الحرارة الجديدة نفس فكرة اول حاجة ان انا هعوض عادي على طول، بس الفرق ان درجة الحرارة هي اللي هتختلف وبالتالي الضغط معايا هيزيد. بس نخش على المسألة اللي بعدها. هنا بيقول لي افترض ان انت معاك 2 فلاسكس حجمهم 1 لتر، كل واحد فيهم حجمه 1 لتر، واحد منهم فيه جاز المولر ويت بتاعه 30 والتاني المولر ماس بتاعه 60، وهو عايز يعرف انهي فلاسك فيهم اللي فيه 30 وانهي فيه 60. فبدأ يديني معطيات معينة. قال لي ان الفلاسك الاولاني اللي هو الفلاسك A كان الضغط فيه اكس كيلو باسكال، وقال لي ان الماس بتاع الجاز اللي موجود جوه هو 1.2 جرام. وراح عند الفلاسك بي قال لي ان البريشر بتاعه 0.5 كيلو باسكال والماس بتاع الجاز اللي جوه برضو 1.5 جرام. فبيقول لي انهي فلاسك A ولا B اللي فيه 30 و60، عايز اعرفه. هنعمل ايه؟ عندي اهو A والظروف بتاعته والبي والظروف بتاعته. هنروح للايديال جاز. احنا اي حاجه دايما بنرجع للايديال جاز. البي في بتساوي ان ار تي. هفك الان، هي الان مع النيوكلير ويت، وعايزه اجيب النيوكلير ويت في طرف لوحده، فبقت النيوكلير ويت بتساوي ام في ار في تي على بي في. تمام، عشان انا عايزه اعرف هو انهي فلاسك فيهم اللي هيبقى فيه النيوكلير ويت اللي اعلى. بالنسبة للفلاسك A هروح جاية معوضة بالظروف اللي هو حطها لي. الماس قال لي ان هي 1.2، وهسيب ال R و T زي ما هما عشان ثابتين، وقال لي ان ال pressure X والفوليوم 1 لتر. هروح معوضة، هيطلع معايا في الاخر ان هو ب1.2 R في T على X. طب بالنسبة للفلاسك B ايه اللي هيحصل؟ هروح معوضة، قال لي هنا ان برضو الماس 1.2 الار في تي عشان ثابتين، البريشر 0.5 في الواحد اللي هو حجم الفلاسك. لقيت ان طلع عندي الميكلر ويت 2.4 ار في تي على اكس. فانا هنا عندي الميكلر ويت بتاع اللي موجود في بتاع الجاز اللي موجود في الفلاسك بي ضعف اللي موجود في ايه. فيما معناه ان انا عندي كده ان المولر ماس 60 هيبقى موجود في البي، والجاز المولر ماس بتاعه 30 هيبقى موجود عندي في الاي. خش على المسألة اللي بعدها. هنا بيقول لي افترض برضو ان انا عندي 2 فلاسك، بس هنا بقى عندي واحد فيهم حجمه 2 لتر والتاني حجمه 3 لتر، وبدأ يديني معلومات واحدة واحدة عن كل واحد. قال لي بالنسبة للفلاسك اللي حجمه 2 لتر، قال لي جواه 4.8 جرام من الجاز، والبريشر بتاع الجاز اكس كيلو باسكال. وبالنسبة للفلاسك اللي حجمه 3 لتر، قال لي ان هو جواه 36.1 جرام من الجاز، والبريشر بتاعه 1.1 اكس كيلو باسكال. فبيسألني سؤالين. قال لي اول حاجة، قال لي do the two gases have the same molar mass؟ هل الجازين اللي موجودين في التو كونتينر دول عندهم نفس المولر ماس؟ وجاء السؤال التاني، قال لي طب لو هما ما عندهمش نفس المولر ماس، انهي فلاسك فيهم هو اللي فيه الجاز اللي فيه المولر ماس الاعلى؟ هي اشوف هشتغل ازاي. هروح هنا البي في بتساوي ان ار تي. هيجي افك ال N مع الملكلر ويت، هجيب الملكلر ويت في طرف لوحدها نفس فكرة المسألة اللي فاتت، وهاجي اعوض. بالنسبة للفلاسك اللي هو 2 لتر، هروح معوضة بالماس اللي هو جواها 4.8 في ال R في T على البريشر اللي هو X في الفوليوم اللي هو 2 لتر.
تمام، اجي احسب على 2.4 ار في تي على اكس. طب بالنسبة للفلاسك اللي هو 3 لتر، هروح معوضه بالارقام اللي عندي هنا، هلاقيه طلع معايا 1.2 ار في تي على اكس. فاول سؤال هجاوب عليه لما كان بيقول لي ان هل الاتنين جاز نفس النيوكلير ويت، فمن الواضح هنا لا، هقول له ان لا، التو جازز دونت هاف ذا سيم مولر ماس. طب تاني سؤال، اني قال لي انهي فلاسك اللي فيه الهاي مولر ماس، فهنا عندي المولر ماس بتاعه اعلى، هو عندي هنا فلاسك اللي هو 2 لتر، فاقول له وان الجاز اللي ليه هاير مولر ماس هو اللي موجود في الاتنين لتر فلاسك. بس السؤال اللي بعده بيقول لي انهي جاز من التلاتة اللي معايا دول هو اللي الكثافة بتاعته اعلى، الدنسي بتاعته اعلى حاجة فيهم، وعطيني الجاز كونستنت جيفن والاتوميك ويت بتاع كل حاجة عطاهولي. هيجي بص كده للدنسيتي، القانون بتاعها كان بيقول ايه؟ الدنسيتي بتقول ان البي في النيوكلير ويت على الار في التي. طب انا عندي هنا هو مثبت لي الضغط ومثبت لي التمبريتشر، والار اصلا كونستنت، فانا عندي اهو ده ثابت وده ثابت وده ثابت، فانا كده الدنسيتي بتتناسب مع النيوكلير ويت بس، فاللي هيبقى عنده اعلى دنسيتي هو اللي عنده اعلى نيوكلير ويت. فهبتدي احسب النيوكلير ويت بتاع كل واحد منهم، هروح للسي او 2، النيوكلير ويت بتاعه اهو حسبته طلع 44، جيت على ال ان 2 او حسبته طلع 44، رحت للكلورين طلع معايا 71، فانا كده عندي ان الكلورين هو اعلى نيوكلير ويت، وبالتالي هو هيبقى اعلى دنستي. اخر سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي كونتينر، الكونتينر ده حجمه 10 لتر، تمام. الكونتينر ده كان في الاول كان كله هواء بس، والهواء ده كان ضغطه 94 كيلو باسكال عند درجة حرارة 24 دجري سلسيوس. قال لي بعد كده رحت انا واخد مكعب صولت كده من الكربون دايكسايد، الوزن بتاعه 5.5 جرام، وحطيته جوه الكونتينر ده، فالكربون دايكسايد بدأ يتبخر وبقى يتحول كله لجاز. فبيقول لي احسب لي البارشال بريشر للكربون دايكسايد والتوتال بريشر للكونتينر كله بعد ما بقى فيه هواء وكربون دايكسايد عند نفس درجة الحرارة، واداني ال R given والاتوميك ويت. هعمل ايه؟ عندي هنا الكونتينر بتاعي، وهنا الكربون دايكسايد اللي انا حطيته. انا كان عندي درجة الحرارة 24 دجري سلسيوس، هروح مزود عليها 273 عشان احولها لكلفن، وهبدأ انا في الاول عايزة اجيب النمبر اوف مولز بتاع الكربون دايكسايد. انا عندي الماس، هبدأ احسب الميكلر ويت، ترى معايا 44، هجيب النمبر اوف مولز من الماس على الميكلر ويت، يبقى 5.5 على 44، جبت النمبر اوف مولز. هنيجي الاول كيس، انا في الاول كان عندي هواء بس قبل ما احط كربون دايكسايد، وكان قايل ان البريشر بتاع الاير في ساعتها كان 94 كيلو باسكال. طب بعد ما حطيت الكربون دايكسايد عايز اجيب بقى البارشال بريشر بتاعه، هروح للايديال جاز لو، ونقول هنا البي سي او 2 في الفوليوم في النمبر مو اوف مولز بتاعت السي او 2 في الار في السي. النمبر اوف مولز انا لسه جايباها، التمبريتشر عندي والار عندي والفوليوم عندي، هروح معوضه، جبت كده البارشل بريشر بتاع الكربون دايكسايد. طب عايز احسب التوتال بريشر، طب ما انا عندي اوريدي البارشل بريشر بتاع الاير وعندي البارشل بريشر بتاع الكربون دايكسايد لسه حاسباه، هجمعهم على بعض يبقى انا كده جبت التوتال بريشر. وبكده نبقى خلصنا شيت 2. شكرا لكم جدا.